نتكلم على حاجه تانية. الكور الثابته المعتاده للكابتن حسام حسن تقريبا نص الاهداف او ثلاث ارباع اهداف اللي جت مع منتخب مصر من ساعه ما كابتن حسام تولى الامور كلها من كور ثابته. وبرغم ان الهدف امبارح جه من مش كره ثابته صريحه، ولكن برضو عاوز اشيد بالراجل بتاع مدرب موريتانيا. مصر مع كابتن حسام حسن بتعمل، جبت لك قبل هنا ايه، شورت كورنر اللي هو بحد بيجي يعمل الشورت باص ما بينه وما بين بعض، كان ده محمد صلاح وبيجي له حد ويعمل الاوفر. الراجل عمل حاجه، زق بقى اتنين وخلى التالت يقف مع مروان عطيه، فقفل على مصر تماما الموضوع ده. يا الا انت كفرقه عاوز تعمل لازم تعملها بسرعه جدا. بس الهدف اللي جه بتاع تريزيجيه هو ما كانش صدفه، دي تعليمات جايه من كابتن حسام حسن ان دايما في لعيب. تعال نتفرج احسن، تعال نشوف، ما تيجي نشوف حلوه دي طيب في الشوط الاولاني كان في كورنر لمنتخب مصر. بص هنا مين؟ محمد عبد المنعم، حمدي فتحي، ورامي ربيعه. نشوف الفريم اللي بعده هتلاقي ان حمدي فتحي هيبدا يطلع بره القصه دي خالص وهيخلي بالظبط هنا. عاوزك بص هنا بقى، اول ما يجي الاوفر يترفع من زيزو كل لعيبه منتخب مصر المان تو مان بتاعه موريتانيا كل واحد مع واحد، اول ما الكره تتلعب بص حمدي فتحي هيعمل ايه. نكمل نلعب الاوفر، اول ما الاوفر اتلاق حمدي فتحي زق رامي ربيعه وهيعمل ايه يا كريم؟ هياخد خطوتين ثلاثه لورا. كمل كمان هتلاقي حمدي فتحي خد خطوتين ثلاثه لورا ليه؟ عشان الكره الثانيه لما تنزل لمحمدي فتحي حاطط واحده تمام، بس ما جاتش والكره اتنزلت عند محمد صلاح. طب تعالى نشوف الجون. نفس الكلام الاوفر هنا، اول ده شورت كورنر اتلعب بسرعه جدا منتخب مصر. اول ما مروان عطيه هيبدا يسلم الكوره لزيزو عشان يعمل اوفر، بص على رقم 7 اللي هو تريزيجيه هيعمل ايه يا كريم؟ قبل ما الاوفر يتلعب هيبدا ان هو ياخد خطوه 2 3 4 لغايه لما الراجل هيسيبهم كلهم في الخناقه. انا ماليش دعوه يا جماعه بالخناقه دي، انا هستنى الكوره الثانيه. واول ما الكوره الثانيه جت قام لعيبه بوش حتى الزاويه العكسيه، بص قبل ما الاوفر يتلعب من زيزو هناك هو لوحده قام واخد خطوتين لورا. يا جماعه انا هستنى الكره لما تطلع بص بره الخناقه دي وقام واخد انا الكره واجري. ايه ده؟ عارف انت اللي هو ايه ده؟ ده صاروخ بجد بصراحه وحطها حلو جدا. يعني بصراحه الكره جت من كوره ثانيه يعتبر، بس واضح ان كابتن حسام قال دايما ان في واحد ينزل بعيد خالص عن الزحمه عشان موريتانيا بتلعب مان تو مان ما بتلعبش زون. معلم شكرا يا كريم. معلم ده حبيبك انت عشان معاك بس ماشي. ايه كمان يا جيمي؟ زيزو ناس كتير بتتكلم انه لعيب لما ما يجيبش جول خاصه في الثلث الاخير من الملعب او الثلث الهجومي لمنتخب مصر او الثلث الهجومي لاي نادي، لما ما بيجيبش جول او لما ما بيصنعش الناس لا تثني على اللاعب. انا شفت ناس امبارح كاتبين ان زيزو لسه ما انضمش للمنتخب، ما هو علشان هدا علشان هم دايما ده الريفرنس. هتجيب جول لك زيزو لعيب محلي لا يصلح، وبعد كده جايب لك ارقام زيزو ويقول لك ان زيزو جايب هدفين بس وعامل 3 اسيست مع منتخب مصر عبر تاريخه. يا جماعه انتوا بتتكلموا جد والله العظيم؟ هو هي كره يعني؟ هي كره كده ارقام بس يعني؟ زيزو ملوش تاثير يعني؟ لا يا حبيبي، غير 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 قصه ان الكره مش ارقام بس، الناس لازم تحط في اعتبارها انه مكان زيزو متغير طبعا، والادوار اللي مطلوبه منه غير الادوار اللي بيلعبها في الزمالك. لانه المكان ده بحكم حاجات كتير جدا واهمها الجوده والكواليتي بتاعت محمد صلاح، محدش هيلعب طول ما في محمد صلاح موجود في المنتخب. اتمنى ان يبقى يعني ان شاء الله. طول ما هو موجود في المنتخب محدش هيلعب، فانا عندي لعيب بجوده وكواليتي زيزو طب لازم استخدمه. فكابتن حسام حسن بيحاول يستخدمه، فده عامل حمل زياده على زيزو. من ضمن الحاجات الاضافيه والحلول المهمه جدا ان زيزو امبارح وكان واخد حريه حركه بيتحرك يمين وشمال، لكن برده كان بيطلب منه بعض الادوار في ظل التكتل اللي كان موجود لزيزو. لا مش زيزو ده، لا ده مروان زيزو. عايزين اللقطات بتاعت زيزو يا شباب، ده مروان خلاص فايل التاني. فمن ضمن الحاجات اللي كان بيعملها زيزو حل التسديد امبارح. التسديده اخطر تسديده لمنتخب مصر في الشوط الاول كانت من زيزو. الكوره البينيه الاولى الصحيحه اللي اتعملت لكن كان فيها محمد حمدي مسابق بنص يارده كده كانت من زيزو. فزيزو كان هو الحل الاضافي قدمه كابتن حسام حسن، لانه طول الوقت الناس مركزه مع مين؟ هداف المنتخب تريزيجيه، نجم المنتخب الاول محمد صلاح، فطول الوقت الناس مركزه مع محمد صلاح ومع تريزيجيه. فانا عايز لعيب الاضافي اللي في وسط الملعب يديني حل تاني، يديني حل سواء بالصناعه او بالتسديد. دي الكرات اللي انا بتكلم عليها بتاعت زيزو. بص زيزو دايما بص هنا فين الراجل زايد وعامل الزياده عشان يدي الحريه لمحمد صلاح انه ينزل فين؟ ينزل في عمل يعمل عمليه صناعه اللعب ويساعد في عمليه الربط ما بين الخطين. زيزو هنا فاتح الملعب ناحيه اليمين وداخل انسايد عشان يبقى مباشر. كمل، هات اللي بعديه على طول، هات من بعده. بص هنا الكره صلاح نزل سند على مروان، الحل الدائم اتكلمنا عليه من شويه. كمل، هات الفريم اللي بعده كمان. بص هنا الباس عشان الراجل فاتح الملعب صح هتروح لزيزو. حرية الحركة والقدرة اللي عند زيزو ان الكرة هتجيله، والله قادر يسدد هيسدد، مش قادر عنده حل تاني يعمل الكروس، مش قادر يحط الكرة تحت رجله ويروح يدخل ال 18. كمل، هات الفريم اللي بعده. بص يا كريم،
هنا الراجل فتح الملعب فكر هل اعمل الكروس ولا اللعيبه همسك كويس هات الفريم اللي بعده ولا احطها لمحمد صلاح. الراجل فتح محمد صلاح فضل واقف راح عادل لقى السكه فاضيه كمل كمل لقى السكه فاضيه. الراجل عامل تصويبه دي كانت اول تصويبه بتالت الدقيقه 7 ابتدى المنتخب انه يروح. انت عملت واحده بس من فاول لمحمد صلاح في الدقيقه 3 بعديها دي كان اول تصويبه للمنتخب ما بين القائمين والعارضه وحط الاولاني دي ادي ايه ادي حل التصويب. طب تعالى في ظل التكتل تعالى اروح لك للي بعديها الراجل هيروح هيفتح الملعب كمل. احمد عيد فاتح طبعا ناحيه اليمين وزيزو رايح علشان ما يروحش للاند لاين. هو مش عايز يروح للاند لاين لان المعدلات بتكلم على الاطوال اللي موجوده في منتخب موريتانيا مش تخلي مصر تاخد الكرات العاليه فلازم اعمل ايرلي كروس افاجئ المنتخب الموريتاني بكروسز بدري شويه. مين اللعيب اللي عنده دقه احسن لعيب في منتخب مصر بيعمل الكروسز مين هو زيزو. بص دي لولا ان محمد حمدي دخل بدري جزء من ثانيه الكره دي كانت انفراد. كمل هات اللي بعده. بص الراجل رايح فين الكره هتنزله فين يا كريم. دقة التمريرات احسن لعيب في مصر بيعمل كروسز سواء من الثبات او من الحركة هو زيزو. بص دي بص هنا الراجل ده عامل الباس منين. بص يا كريم الراجل عامل باس من هنا هتتحط لصلاح وشوف مين اللي هينهي الكرة دي. زيزو هنا في وسط الملعب منتخب مصر فيه رباعي امامي كمل الكرة دي هتروح لصلاح. صلاح هيكمل هيحاول يروح هيلاقيها مقفولة من اخر الملعب هيدخل انسايد الكرة هتعمل فاول هتروح لمروان. بص كمل مروان عمل خد السكند بول تصويبه قلشت راح هتخبط في المدافع وترجع تاني. بص زيزو بقى فين واقف يا كريم مرحل داخل جوه بلاي ميكر. كل اللقطات اللي فاتت الراجل كان فاتح ناحيه اليمين لما صلاح هو اللي فاتح يمين في مكانه الطبيعي دخل زيزو عشان ياخد السكند بول. دي اخطر تصويبه لمنتخب مصر في الشوط الاول. مين بطل التصويبه كان برضو زيزو كان قادر يعمل لك حل التصويب حل الكروسز بشكل ممتاز مع كابتن حسام حسن. فانت الناس دايما بتنسى انه في حاجه اسمها اداء عينك تشتغل. الارقام مهمه جدا الارقام ريفرنس بس امتى الارقام بتكون ريفرنس او مرجع لما تتسق مع الاداء لكن ممكن الارقام تبقى خادعه. فالناس بتتكلم على الارقام والادوار لا زيزو واخد ادوار كتير جدا. السينك او التناغم اللي ما بين زيزو وما بين محمد صلاح بيدي حريه لمحمد صلاح انه ينزل اشتغل في وسط الملعب كبلاي ميكر مع لعيب مركز 8 عنده القدره انه يفتح كجناح. فقدرات زيزو بالعكس كابتن حسام حسن قادر يستخدمها وقادر يستغلها بشكل ممتاز. زيزو عمل شوط اول في ظل اداء بالنسبه لي كان اقل من الجيد من منتخب مصر كان اكتر اللعيبه اللي هددت المرمى شاكر في الشوط الاول كانش يطلع قصه يطلع او ما يطلعش. انت عندك برضو اوراق يعني ابراهيم عادل لعيب كويس مصطفى فتحي لعيب كويس هو الوحيد يا جيمي اللي كان قادر يعمل التحول لمنتخب مصر في المرتدات لان هو كان بينزل كتير قوي وكنت شايف ان انا الريتم البدني حتى بتاع عمر مرموش لما نقله على الجناح لما نزل مصطفى محمد فكنت شايف ان الافضل ان بصراحه ان زيزو هو مع حتى هو ماشي وهو زعلان مع هو الانخفاض البدني بتاع بعض اللعيبه كان هو قدام كابتن حسام عصر قدام خيارات يا يسحب زيزو ولا يسحب صلاح ولا يسحب مين فكان لازم يسحب بينهم واحد فسحبته عشان كده ما كانش اول تغييره اول تغييره كانت اضطراريه لكن انا كنت متاكد ان هو ما كانش هيسحب زيزو اول تغييره هيطلع واحد من بين حمدي فتحي يعني حمدي فتحي لو كان كمل ملعب في الملعب كان حمدي هيخرج وينزل مصطفى محمد مكانه فان ان منعم اتصاب فرجع حمدي وعمل تغيير هجومي كان لازم يبقى عندي راس حربه كان لازم يبقى مصطفى محمد موجود في الملعب امبارح. فبالعكس زيزو مش افضل مبارياته لكن في النهايه قدم اداء جيد جدا وتاني كان اخطر لاعب في الشوط الاول هدد مرمى المنتخب الموريتاني في وقت كان المنتخب ككل ما بيقدمش افضل شيء في الشوط الاول.